بيض عادي، بيض ني وبسطرمه وفلفل اسود وسمنه بس، مش اكتر من كده. هعمل ايه؟ هروح واخده البسطرمه الاول نازله بيها كده، مديها تشويحه خفيفه خالص، بسم الله، ما بحطش فيه ملح لان البسطرمه هي بتبقى حادقه وفي نفس الوقت البسطرمه كتيره. يا ام يوسف، ازيك يا ام يوسف؟ ام يوسف، اي يا حبيبتي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ام يوسف؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ وحشتينا والله. ربنا يخليكي، انت اللي وحشتيني اكتر يا حبيبتي. تسلم ايدك. تعيشي يا ام يوسف، انا مش سامعاكي يا ام يوسف، صوتك بعيد قوي. طب كده سامعاني؟ طب قولي تاني كده. بقول لحضرتك بعد اذنك انا عايزه طريقه الطحينه. ايوه كده سمعت كويس، الطحينه؟ اه يعني انا مش عارفه اعملها بالصلصه الني ولا صلصه متحمص، عشان انت عايزه ايه؟ انت قولي لي عايزه ايه؟ هو انا الصراحه جربتها السنس من ني مفيش ريحه، انما في المتحمص مراره شويه، فمش عارفه ايه الحل. احنا اتفقنا يا ام يوسف، السمسم بتاع الطحينه بعمل ايه؟ بحطه في طاسه زي كده وافضل حاطه ايدي على حرف الطاسه واقلبه على النار، اول ما الاقي ايدي مش مستحمله درجه حراره الحله او الطاسه بشيله على طول بعيد كده، لا هو ني ولا متحمص. فهماني يا حبيبتي؟ سامعاني؟ اه يا حبيبتي. فهمتي؟ فهمتي بقى انت تتحكمي فيه ازاي عشان ما يديش مراره في الطحينه؟ ماشي. بعد اذنك بس كملي لي طريقتها عشان ان شاء الله اعملها. حاضر حاضر يا حبيبتي، من عينيا الاثنين. ننزل لك كمان مقاديرها وطريقتها حالا. انا حطيت بيض ني على البسطرمه، ما شوحتهاش جامد عشان ما تنشفش معايا، واتفقنا السندوتش ده ما بيتحطش فيه اي توابل غير فلفل اسود بس، تمنع لي زفاره البيض، ما بحطش ملح خالص اهو كده. مين معانا؟ يا ميرنا. الو، اهلا يا ميرنا، ازيك؟ ازيك يا شيف هاله، اخيرا وصلت. شفتي بقى؟ شفتي؟ انا من قبل الفاصل صدقيني على التليفون. يا نهار ابيض يا ميرنا، بنعمل سندوتشات للمدرسه بقى يا ميرنا، اعذرينا معلش. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قلبي، تعيشي يا حبيبتي. عامله ايه يا شيف هاله، اخبارك ايه؟ الحمد لله، وحشتينا يا ست ميرنا. انت اكتر صدقيني. تعيشي يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب، اشكرك. انا ليا سؤالين يا شيف هاله. تحت امرك يا قمر. السؤال الاولاني، انا جبت امبارح اللبن عشان عايزه اعمل الموتزاريلا وكده. تمام. فجبته من امبارح وسخنت الفرن وطفيته وحطاه من امبارح في الفرن. وبعدين لغايه دلوقتي انا سايباه ما عملتوش، هل اعمله دلوقتي ولا استنى مثلا لبكره ولا ايه؟ لا اعملي على طول، مفيش اي مشكله خالص، يلا اعمليه على طول. اعمليه على طول. ويعني اسخنه شويه وبعد كده احط الخل وملح الليمون؟ تحطيه على النار يدفى بس. ماشي، كانه كده هيدخل على غليان. بعد كده بتروحي حاطه الخل وتسيبيه يغلي والخل محطوط عليه، هتبصي تلاقيه قطع معاكي على طول. اهم حاجه يا ميرنا علشان تبقوا عارفين، في الموتزاريلا انا ما بقلبش اللبن لما يقطع ويعمل لي القريش، ما بقلبوش كده، انا باخد من اول الحله بالراحه بزنقها كده كل القريش اللي طالع ده في حرف الحله التاني عشان تعمل لي كوره حلوه بس، مش اكتر من كده يا قمر. سندوتش يا جماعة، البيض ببسطرمة اهو معانا، فكرة سريعة جدا جدا ومغذية جدا جدا، وهتلاحظوا ان انا بتك شوية على البيض في كل حاجة. هتلاقوا الوصفات اللي جاية دلوقتي اللي فيها بيض مسلوق واللي برضو فيها بيض ني، البيض مصدر بروتين للولاد حلو قوي ومصدر كالسيوم ممتاز. مين معانا؟ حنين. يا حنين يا حنين، لا للاسف حنين كده مش سامعاني. الو يا حنين، ازيك؟ ازيك يا ست هاله، عامله ايه يا قمر؟ شكرا قوي على الفكره الجميله دي، السندوتشات بتاعت المدرسه. ايه رايك بقى، ايه اللي عجبك اكتر؟ انهي سندوتش اللي عجبك اكتر؟ كل حاجه يا روحي، ربنا يكرمك يا رب، اشكرك يا قمر. انت في سنه كام يا حنين؟ سنه تانية. سنه تانية؟ ايوه. ورايحه المدرسه بكره؟ ماشي يا قمر، بالنجاح والتوفيق يا رب. شكرا يا احلى حنين في الدنيا. هقطع السندوتش كده بالراحه خالص كده، وهاخده هنا زي ما اتفقنا، اللي هو البديل بتاع اللانش بوكس معانا. احنا مفتحناش دول. طيب ما تيجوا نقول مقادير السندوتش اللي بعد كده.
يلا بينا. معايا جبنه قريش وبيض مسلوق وسمسم وزيت وكمون. حلو جدا جدا السندوتشات دي، رائعه. جبنه القريش مع البيض المسلوق بجد حكايه، اختراع بجد بمعنى الكلمه. جربوه لاولادكم، مغذي جدا جدا وصحي جدا جدا، ما تتخيلوش قد ايه. ادي بيض مسلوق وزي ما اتفقنا سمسم. السمسم كمان هنا انا بعتبره عنصر غذائي مهم جدا يا جماعه بالنسبه للسمسم. وزيت، وهيبقى معايا كمان شويه كمون. نقدم السندوتش ده ونحبش لاخر العلبه الثانيه دي. يا سوسو. الو، اهلا وسهلا، ازيك يا سوسو؟ مساء الفل يا قمر. يا مساء الهنا. ايه الافكار الجميله اللي انت بتعمليها؟ ايه رايك بقى في افكارنا النهارده؟ تسلم ايديكي يا حبيبه قلبي وعينيكي على اللي بتعمليه كله. تعيشي. وحشتينا يا لولا. والله وانتوا يا حبيبتي، ربنا يعلم بجد. بقول لك يا لولا، بصي انا عملت النسكويك. ايوه. وعملت السحلب تحفه. ايوه بقى، من غير كوبايه لاختك حبيبتي. والله تحفه، تسلم ايديكي وعينيكي. تعيشي يا قلبي. لان تعيشي. الواحد عارفه بيجيب الباكو النسكويك قد كده ما بيعملش حاجه. شوفي بيبقى بكام بقى. والله يا لولا طلع تحفه، تسلم ايديكي. الف هنا وشفا يا حبيبتي. والله تسلم ايدك على اللي بتعمليه كله. تعيشي. بصبح على الكاست كله، والف سلامه للاستاذ سباعي. الله يسلمك. وبصبح على ايه وعلى تامر، عليهم كلهم. ربنا يخليك. وبيت العيله كلهم من القاهره لاسكندريه. حبيبه قلبي ما تحرمش منك يا رب. وكلهم يا رب ربنا يخليهم ويديم الحب بينهم يا رب. اللهم امين. انت عملتي حاجه حلوه قوي يا لولا، جمعتي الناس. يعني احنا ما شفناش بعض. دي حقيقة. لكن يعني الحب في قلوبنا. صحيح. الحمد لله. صحيح، دي اهم حاجه. يا والله حقيقة. وكلهم الله. ناس محترمه وربنا يديم الحب بيننا يا رب، والمودة يا رب. يا رب. وصباح الفل مين. وتسلم ايدك يا جميل. صباح الهنا عليكي، وما تحرمش من صوتك ولا من مكالمتك الحلوه دي اللي بتفتح نفسي بجد على الدنيا، وبتخلي الواحد عايز يدي اكتر من اللي عنده كمان. الجبنه القريش حلوه جدا، دخلوها في كل الاكل لاولادكم. السندوتش ده يا جماعه بجد فوق الممتاز، الجبنه القريش مع البيض المسلوق. طبعا الولاد لو حطينا بيضايه كده صريحه انتوا عارفين اللي هيحصل، لا او مش بحب البيض وطعمه مش عارف ايه، لا دخلوا البيض والجبنه القريش في السندوتشات في اكلات كده. والسمسم اللي هنحطه ده ما تتخيلوش جميل جميل جوه السندوتش ده قد ايه كده. وهاخد ادي السمسم اللي قلت لكم عليه، وكمان شكل السندوتش بالسمسم هيعجب الولاد قوي، هيفتكروها حاجه حلوه. وبعدين هحط كمون بيدي طعم حلو جدا، وحوالي كده ايه نص معلقه صغيره زيت، اللي هي بس الخليط بتاع اللي انا عاملاه ده اعرف اقلبه والينه في بعضه. مين معانا؟ يا اميره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ميرو؟ ازيك يا شيف هاله، وحشتيني يا نور عيني. والله وانتي. والله طمنيني يا حبيبتي على والدتك عامله ايه. والله تعبانه يا شيف هاله، بالله عليك ادعوا لها وكل حبايبي يدعوا لها يا شيف هاله. ربنا يشفيها يا حبيبتي ويعافيها يا رب. يا رب يخليك يا حبيبه قلبي. عايزه بس اقول حاجه، بس بالله عليكم ما حد يقفل عليا يا شيف هاله. احنا ما بنقفلش على حد يا اميره، وانتي عارفه يا حبيبتي. ربنا يخليك يا شيف هاله. عايزه اقول لك بالاول ان انت وحشتيني قوي قوي والله. ربنا يكرمك. كل اخواتي في بيت العيله عاوزه اشكرهم، بصي واحده واحده عشان انا ما انساش حد، عشان كلهم كلموني يسالوا على والدتي ويطمنوا عليها، ومن قلبي بشكركم وبقول لكم بجد ربنا يديمكم نعمه في حياتي. اللهم وانت السبب في ده يا شيف هاله، انت السبب في اننا نعرف بعض ونسال على بعض ونتكلم مع بعض. ربنا يبارك لك في ولادك ويبارك لك في صحتك ويخليكي لنا يا احلى شفاء في الدنيا حبيبتي. تعيشي. وبقول لام رامي الف سلامه عليكي عشان هي تعبانه شويه. الف سلامه عليكي يا ام رامي، ولو سمعاني يا ام رامي انا زعلانه منك وبقول لك على الهوا اهو. ها مستنياكي تكلميني. الاستاذه ايه وبشكر الاستاذ محمد والاستاذ سباعي، بقول له الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وتاني مره بشكرك يا شيف هاله وبقول لك انت تابع على راسنا كلنا يا شيف هاله. والله حبيبتي الله يكرمك، انتوا اللي فوق دماغي من فوق والله، اشكرك يا حبيبتي. يلا بينا نحط السندوتشات الحلوه دي، الجبنه القريش. طب لو انا عايزه اشيل الجبنه القريش احط اي نوع جبنه؟ اي نوع جبنه يعجبك، مفيش اي مشكله خالص، بس الجبنه القريش ممتازه اكتر اكتر. شغلها حلو جدا جدا، طعمها مع البيض رائع اكتر من رائع يا جماعه. ادي شكل السندوتش، ونشوف نجيب التاني
ونجيب برضو الطبق اللي نقدم فيه السندوتش. حطي معاه بقى زي ما اتفقنا بطاطس محمرة ماشي، حطي معاه بضاية مسلوقة لوحدها ماشي، حطي شرايح خضار ما عدا الطماطم، حطوا أي حاجة إلا الطماطم، لأن الطماطم طعمها وريحتها بتغير بسرعة حتى لو إحنا في الشتاء. دي حاجة. الحاجة التانية، ما بفضلش أدي الولاد سواء خضار أو فاكهة فيه مية، ما اضمنش بقى ينقط على قميصه الأبيض وارجع صرخ والقميص الأبيض والشغلانة إياها دي. فإيه طب وليه وليه، ما من الأول خالص ما نحطش حاجة فيها مية. آدي سندوتش البيض والجبنة القريش بالسمسم يا جماعة، السمسم هنا حلو جدا جدا جدا. يا منار يا منار، ازيك يا شفال؟ ازيك يا منار، عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، كنت عاوز اسأل حضرتك بس عن طريقة عمل البيض. طريقة عمل ايه؟ انا مش سامعة كويس يا منار. طريقة عمل البيتزا. البيتزا؟ اه. حاضر، يلا يا عم محمد، يلا يا عم محمد طلع علينا كل الاسئله بتاعت حبايبنا. ماشي يا عم جاهز. ماشي كده، دي فكره كمان من السندوتشات. عندنا ايه تاني يا ايه بقى تفكريني كده من السندوتشات اللي هنعملها النهارده؟ عندنا ايه يلي هنا؟ ما دول عملناهم. هنعمل بقى دلوقتي البطاطس برضو بالبيض المسلوق. هنجيب فين؟ ايوه حضرتك، علشان احنا بنعمل السندوتشات دي لاولادنا. طب يعني احنا بنشجع الولاد، انت تيجي تقول كده. يلا بينا، سندوتش البطاطس المهروسه بالبيض المسلوق وزيتون وفلفل، ونشوف هنعمل ايه. ادي شويه فلفل هنقصهم بس شويه يا ام عمر. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا ام عمر؟ ازيك انتي، انا بحبك جدا ولا يا شفال. ده شرف ليا يا حبيبتي والله. انا اول مره اتصل بس بحبك جدا والله. تعيشي تعيشي يا حبيبتي، ربنا يكرمك. بقول لحضرتك ايه، تحت امرك. انا عملت المسحوق الاوتوماتيك زي ما حضرتك قلتي، كيلو كيلو. تمام صح؟ تمام. وحطيت نص صابونه وحطيت معلقه كبيره ملح ليمون. ماشي. طب انا جيت بصي، انا جيت انا لسه ما استعملتوش، بس انا جيت عيرت بالكوبايه لقيت المسحوق اللي هو انت قلت جيبي ارخص حاجه من السوق. لقيت 6 كوبايات وكربونات و3 كوبايات. يعني الكربونات إيه؟ الكيلو الكربونات ولقيتيه 3 كوبايات. 3 كوبايات والمسحوق طلع 6 كوبايات، بس انا حطيته على بعضه، اعمل ايه؟ طيب انت حطيتي خلاص كله على بعضه؟ طيب يعني كده الكربونات اقل؟ اقل بقد ايه؟ اقل كام كوبايه؟ اقل 3 كوبايات. هاتي كربونات وزودي 3 كوبايات كربونات، لازم ده وده يبقى قد بعض بالظبط. طيب عشان كده انا قلت لكم عايره بالكوبايه، يعني لما جينا عملناه قلنا 4 كوبايات مسحوق وعليهم 4 كوبايات بنفس الكوبايه من الكربوناتو. فانت كده قبل ما تستعمليه هاتي كربوناتو زياده وعيري 3 كوبايات كمان، هيطلع معاكي المسحوق زي العسل باذن الله. انت عارفه ان حضرتك المسحوق هايش عن الكربونات تقيل. بالظبط، عشان كده قلنا نعير. يعني اجيب كيلو تاني واحطه عليه؟ بالظبط يا حبيبتي، اهم حاجه لازم ده قد ده. يا حبيبتي متشكره قوي قوي. العفو. بعد ما تستعمليه تكلميني تاني تقولي لي اخباره ايه. ماشي يا عمر. كده هقطع البيض المسلوق. يا كريمه يا صباح الفل على طنط السمون. يا صباح الهنا يا ام يوسف يا عسل، ازيك حبيبه قلبي؟ وحشاني وحشاني وحشاني، مع اني انا عينيا دلوقتي مش متحليه برؤيتك الجميله ولا الطله الحلوه. ليه كده، انت مش في البيت ولا ايه؟ لا عندي والله العظيم مشكله، وبعدين استاذ سعد مش عامل لي الدف طبعا، عنده شغل فسايبني، بس انا بجيب الحلقه بالليل من على اليوتيوب، بقى اعمل ايه؟ يلا مش مهم، كفايه ان وبعدين احنا هنغرى من اللي اغلى واحسن منك يا لولو. تعيش يا حبيبتي تعيش يا اشكرك. وبعدين بقى انا هدفعك كل مره الفاتوره، بس بقولها كده على قلبي يعني. دفعي ولا يهمك، دي يا سلام تحت امرك، ده انت تأمريني. ربنا يا رب يامر لك بكل خير انت وكل بيت العيله، وحشوني وببعت سلام كبير لكل فرد في بيت العيله. تعيشي يا حبيبتي. وكمان عاوزه اقول لك حاجه بقى. ايوه بقى. ان يا ريت يا ريت ان احنا نتكلم يعني وانت بالنيابه طبعا، لان انت احلى واجمل ام واخت وحبيبه، بتوصلي كل الكلام والمعلومات بكل سلاسه وصدر كده رحب وحلو.
يا ريت ان احنا يعني اهم حاجه لما نكون بنحب فعلا بنحب من قلبنا بصفاء طبعا، ودايما دايما يبقى نحط في اعتبارنا ان مفيش حاجه انت او انا او اي حد طبعا بيعملها وربنا بيضيع اجرها مهما طال الوقت. اكيد صح كريمه طبعا، بيجيلك رد فعل عليها حتى لو مش في دنيتك او ليكي، فبيبقى لاولادك صح. لاي حاجه ربنا بيحمي بيها اولادك وكل حبايبك من اي شر وكده. برافو عليك. وكمان يعني دايما دايما نقول يا رب على قد، مش هقول ابتلاءات، انا ما بحبش كلمه ابتلاء خالص، دايما بقول كله فضل ونعمه من ربنا الحمد طبعاً. لله اه والله يا بنتي كده. وكمان حاجه كمان يعني دايما ببقى دايما مكبره كده ربنا دايما في كل شيء، واقول ان هو مكبرنا بقوته وقوة احتمالنا وصبرنا على الحاجات اللي دايما بيبقى امتحانات فيها الدنيا. صحيح. لان لو احنا مش عندنا قوة الاحتمال وان احنا نصبر وندعيه وهو حبيبنا ان احنا ندعيه، عمر ربنا ابدا طبعا ما هيخلينا ان يعني نبقى دايما هو مش فاكرنا. ونعمة بالله. قولي لي بس بجد يا سيف هالة احنا عايزينك بقى تعملي لنا يعني حلقة كده يبقى فيها فضفضة وحاجات حلوة كده زي ما كنا بنعمل. فاكرة؟ فاكرة لما كنا بنعمل قعدة فضفضة ونتكلم مع بعض؟ يا سيف هالة انت فاكرة انا دايما بقول لك ان انت يديك العمر الطويل يا رب، دايما بتفكريني بحبيبة قلبنا رحمة الله عليها كريمة مختار. الله يرحمها، ده شرف ليا. كل بيت شرف ليا بكل افلامها وكل حبها وقلبها الطيب الصادق اللي كانت دايما بتعلمنا كل حاجه بدون ما تقصد. صحيح. يعني هي بتمثل ولكن ده مش تمثيل، لان ده بيبقى نبع من الحب ومن أكيد من قلب أكيد بجد صادق. وانت كده وحبيبتنا، وربنا يا رب يديك العمر والصحه ودايما كده، وكل سنه وانتم طيبين على حلول المدارس طيبة تاني. يلا بصي اعملي بقى افكار ليوسف من اللي عاملينها النهارده دي، شوفي ايه السندوتش اللي هيعجبه واعمليه له بقى يا حبيبتي ان شاء الله. حبيبتي انت كفايه انت اللي تعجبينها، وانت يعني اقول لك ايه بقى، ربنا يديك العمر. وبعدين انا هرجع تاني واقول لك جمله، خلي اللي يغير يغير في الحاجه الحلوه، احنا دايما بنبقوا مثل هقول فرد بس، ربنا يخليكي. دي حاجه جميله وكويسه ودايما تبقي دايما منوره. أشكرك. وزي الشمس المبهجه اللي بتدينا الروح والحياه يا قلب. تعيشي يا كريمه، واشكرك يا حبيبتي، وبالتوفيق والنجاح ليوسف كده يا رب ان شاء الله. نحط بقى هنا ايه علشان حبيبنا اللي في الكنترول ما بيحبش البيض، اهو حطينا لك كمان مع السندوتشات. يلا يا عم، شفت شفت بقى، شفت انت غالي عندنا قد ايه، شويه كمون كده.